30 عام مثلا لعب يلعب مع في كاس افريقيا، سليماني 36 عام بوم جاع قاعد وشرفوا محرز شرف محرز رب العالمين شت زياج محرز شت زياج ياك بحالك بحاله كاع انتوا لاكوشي علاش هذاك مطرق وانت مالك راقد راقد رافد رعقود ما فهمتش انا اقسم لكم بالله يجيو بلاطويات حراره الرطوبه الزبله احنا حقرونا دارونا الملعب ارضيه الملعب بالجو ما والو دخلوا ما شاء الله عليهم برافو عليهم تيكي طاكا ضغطوا على هذوك رموهم ليه رموهم المحبه تزعم ما تبقاو غاديين معاهم ما طاحوا بدنيا ما طاحوا زباليا ما شفناش انا حتى شي لعب طاح بدنيا ما شاء الله عليه كل شيء واقف المدرب يعرف الاوقات فوقاش خرج اللعابه فوقاش يدخل وغادي منها رسق لك ثلاثة ما قال معاك والو شوف عطى فرصة لتنزانيا في الشوط الأول في 10 دقائق الأولى ولا الدفاع خلاها غير واقف وهي مسكينة غير تجري ما صابش كاع كيدير وغير واقف لأنه عنده لعابة عنده متكل على حيوط اللور شوف هذاك أمرابط ما شاء الله شوف هذاك أمرابط المهم بالتوفيق مبروك عليكم مبروك أنا شوف طرد قولهم لي أنا كالماتش الجاي 1-0 3-0 وطلعوا وتستاهلوا وراكم غاديين ما شاء الله عليكم انا هادو هادو اللي عندنا حنا الخرطي الخروط وحنا احنا مازال عايشين في 2018 2024 2000 ولاو اللور حنا من الناس اللي قدام حنا ولاو اللور سيد 11 لاعب مدوم في النار حطهم جاب 11 اخرين ومع ذلك بقات هي 4-1 4-1 ويلعب لك تريونغ من هيه ويلعب لك تريونغ من هيه افون سونتر الميليو تيرا مطرطق والدفاع مطرطق وغادي وانت قاعد لي في البلاطو لقجعك ولا سامو امارة حيوط بيض تلج دارونا حقرونا ها حقروك هما تحقروا اليوم هما المغرب مغرب لقجع محقور لقجع قاعد في الملعب ويشوف راسو حكم حاقرة شحال من لعاب كان خصو يدي الحمرة في تنزانيا لانه سي عمروش عمر لهم راسهم لداخل ضربوا وكما صوم مسكين في هذاك الولد الزنزولي اون هذا جوج بقاو يضربوا فيه لانهم هما اللي ميورجور ماشي هما الميورجور ولكن هما اللي كانوا خالقين السعاده ومع زياش تزرف تخسر علينا دو ما شاء الله حكيم سيروخ مني حنا عندنا الخرطي اللور بلوكين ما عندكمش ما تقدروش تجريو بلوكين بلوزين ما عندكمش ما كانش فراسكم ما كانش واقف هذاك الراس هذا مبلع مبلوكي هذا هنا مبلوكي شفت كيفاش ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله فيكم ما تكتب لي والو فيكم ما شاء الله قولوا والله واحد صافي هذا الشيء اللي بغينا حنا الحمد لله نمشيو قال لك حبه حبه ماتش بماتش حبه هذه الماتش الاول قعرناهم الماتش الجاي ان شاء الله نجاريو معاهم نقعروهم عاوتاني غادي يلعبوا مع الزوج مع في الكايله غادي يلعبوا مع الزوج قولوا البارح ديالنا قالك احنا غادي نلعبوا مع ها المغرب تلعب مع الزوج حتى المغرب تلعب مع الزوج الشريف القايله الشمس وما هذاك ما خايفاش لنا مركز على عندها رجال عمي احنا ما كان احنا قتلتونا غير بالكذب قتلتونا غير بالخرطي قتلتونا غير بالفهم هاد العوجه الناس راه غادي قدام نتوما وليو اللور هذا هو ما شاء الله تبارك الرحمن غاديين اعصر لي ما اعصر لي وحبة حبة طاف 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 الشبكة طاف 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 الشبكة طاف 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 الشبكة ثلاثة وزيد ما شاء الله اللعابة شو غير وتكنيك مو ما يضرب معاه ما يدق هذاك أونحي ذاك أونحي ما شاء الله لعاب عالمي هذا والله إلا ذاك أونحي إلا مش ما شاء الله عليه عيلة معهم بالعقل وبالذكاء ومجرهم مجرهم ويدي فيهم ويرد زياش كذلك إيه زلزولي كذلك قلت لكم انا الاسود الاطلسي هي اللي تجر العرب المغاربه هما اللي داخلين انتم متابعينهم لان انتم ممكن والو ما نشرفوش يا خوتي في كاس افريقيا ولا كذا ما عندناش ما كانش لا غالب هذا ما تحنا طرحه المغرب وصافي احنا ما تحنا طرحه كانش تونس مصر والو ام الدنيا كانش والو كنا ام الدنيا لا والو والو خرطي في الخرطي كانش ما شاء الله ناس غادي قدام انتم يلا المهم مبروك عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله السلام عليكم والله العظيم.